مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. اليوم الفيديو مميز. اليوم الفيديو مميز مع الوالده. بدنا نعمل تحدي انا وياها، ماما شاميه وانا لبنانيه لهجتي، فبدت هي تعطيني كلمات شاميه انا احذرهم، وانا بدي اعطيها كلمات بيروتيه هي لازم تحذرهم، ولنشوف مين حيحذر بالاخر. انا بقول اكيد انا حاربح. انت شو بتقولي؟ ايه اربحي؟ هلا بدوب الثلج وبيبان المرش. هلا اللهجه اللبنانيه والسوريه كثير قراب من بعض، بس يعني شو بيقولوا، بس كمان بضل في لكنة، في فرق بالكلمات ما كتير بتنفعهم، شي بالفتحة وشي بالكسر. تعال نخبرهم على خبرية هيدي القصة تبع مرة راحوا لبنانية عالشام وفاتوا على مطعم، فبيقولوا له للجرسون بدنا 6 كبايات، فراح الجرسون غاب 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 واجا جايب لهم 6 أقراص كبة. قالوا له الكباية كباية مي لنشرب، قال لهم قولوا كاسة. الله يسامحكم على هالعملة، طول بالقلي الشيف مشان هيك تأخرنا عليكم. يلا خلينا نبلش ماما. حبلش أنا؟ فنشي. ماما شو معنات بوسة؟ بوسة؟ بوسة مش بوسة، بوسة. ما بعرف. لا ما بعرف يعني بوسة. بوسة مع انه كتير قايلت لك اياها. لا، هاي اللي بيحطوا فيها الاحذية بيقولوا لها بالبيروتي بوسة. خزانة كنادر. خزانة كنادر بيقولوا لها بالبيروتي بوسة. انت يا خزانة قولي لنا كلمة هيك شامية ما سامعتها انا قبل. شلونك؟ لا شلونك كيفك يعني؟ ولا بدنا هيك كلمة من اللي كانت تقولهم ستي الله يرحمها. ايه بدهم تحضير، بدهم تحضير. يلا شلون؟ ساجلون. لا يعني انا مفكرة حالي كتير بعرف ساجلون. صفاية يعني. توقعت هيك شيء يعني مثل شو اسمه شازلون. صوبيا. صوبيا من احنا بنقول صوبيا، وبالتركي بيقولوا صوبيا بلا صغرة كمان. ايه انا عم بحكي تركي. هلا دوري بدي اعطيكي كلمة لبنانية. يستقية. مخدة. ابضاية. صرنا واحد واحد. لا انا ما حذرتها. قولي. اي لا هيدي طابة لانه نحنا عليك وين قاعدين بالبارك. لا صرنا واحد واحد. اوكي يلا دورك. ليكم مطروبين ورانا. تنقوائيلي. تنقوائيلي من الطاقة. يعني تنقوز. تنقوزي يعني. هلأ بالبيروت. لنكمل يا ماما. شو معنات جيازة؟ بلوعة. يلا دورك. شو يعني نصية؟ بتخيطي يعني. سقيفة. إيه. طب شو معنات طواية؟ بقلاية. براو دورك. شو يعني يلي انا ماكل هوا يا ناعي؟ هيدي أكلة رمضانية مثل خبز يمكن؟ خبزية؟ لا مثلي يعني هي شكلها مثل رغيف الخبز وبرشوا عليها يمكن. بيعملوها بس برمضان. سكر لا شو برشوا عليها؟ دبس الرمان. دبس الرمان. تماري كعك. تماري. طب شو معنات لقاطة؟ الشاطة. لا لقاطة بانانا. الشاطة كريك. برافو. شو معنات كريك؟ على فكرة كريك كمان بيقولوها بالتركي. والله بالتركي معناتها هي كلمة تركية اخذتينا انت سارقينا مصروها الكلمة. مقشة مكنسة يعني. لكن تعادلنا شكلنا اخر شيء. النتيجة تعادل. سلم. نفس الكلمة بيقولوا لبن. سيبة. صح سيبة.
تعادلنا شكلنا ماما. وانتو اذا عندكم هيك كلمات بيروتيه او شاميه ما بيقولوها يعني هيك على ايام زمان، اكتبوا لنا تحت بالكومنتس شن الكلمات، خلينا نحذرهم. اذا حقلتي لي عقلي بهالفيديو يا ريتك تقبريني. تقبري. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. حعملكم هلا جوله هون تشوفوا الاجواء، نحن قاعدين هون على البحر انا وماما، الطقس كثير حلو مع الجو الموسيقي لانه بيتي كثير مشويب ولازم ندور الاي سي بهالوقت، فقلنا لا خلينا نجي نشم هواء طبيعي. القعدة كتير حلو، شوفوا الساحل ما في أرجيل، هبرجيكم الساحل شو حلو، كمان في مطرب بس للأسف صوته منو حلو. نشاز نشاز انت عم تصوري ساحل؟ هيدا ساحل مرسين، هون ساحل يعني قريب من المارينا، هونيك بتشوفوا شوي بعيد مارينا، هون فيكم تقولوا ساحل بابل اسمه، وهي المطرب اللي عم ينشز علينا نحن وعم نحكي. وشوفوا هول البيوت الخشب كلها بيجوا بيقعدوا العالم هون. هون هذا الشارع للبسكليتات والموتويات، وهيدا الشيء شعروا له سكوتر ما بعرف شو اسمه. وهونيك قدام شوي في بارك كانوا الولاد عم يلعبوا مبسوطين وهيك. حبينا نقدم لكم انا وماما هيك فيديو عفوي مهضوم، وتذكرنا قصة الكبة فقلت لها لماما شو رأيك نعمل فيديو سوا للمتابعين، اسمه صلنا زمان مختفيين. مختفية لانه ملهية مع الماما واجوا ولادي من السفر مثل ما بتعرفوا، وديتهم صار لهم من اول تموز بلبنان كانوا عند بيهم، فملهية معهم ومرضنا وكورونا، جوزي كورونا، ولادي مرضوا، وانا اذا ملاحظين صوتي شوي ف هيك. خليكم كمان تشتاقوا لي اكثر. بتمنى لكم يوم سعيد وبقول لكم جرشرس. شو بيدك بحاله هون؟